دابا غادي نحاولو ناناليزي واحد جوج ديال المواقع ونشوفوهم كيفاش كيحطو كي العناوين اول حاجة بعدا غادي تانسطالي واحد ليكستونسيون ديال جوجل كروم لي سميتها هيدينس ماب دونك غادخل لكروم ويب ستور وغادي تانسطالي هاد ليكستونسيون انا ديجا انسطاليتها دونك من فوا غادي تانسطاليها غادي تزاد هنايا هاهي دونك من غنكليكي عليها اوتوماتيكمون غادي تعطيني لي تيتخ لي كاينين او نيفو ديال واحد لاباج نمشيو بعدا للسيت الاول اللي هو نوكيا اوكي دونك كليكي عليها كتعطيك الليست ديال لي تيتغ لي كاينين او نيفو ديال هاد لاباج غا ناناليزيو هاد لي تيتغ ونشوفوهم قبل ما نحل انا ليكستونس بالنسبة ليا هاد السيت فيه واحد العناوين كل عنوان فيه واحد الدرجة ديال الاهمية مي كنشوفو السيت بحال هكا كنلقاو بان هذا هو العنوان اكثر اهمية مي تنتمو غاديين هابطين كنلقاو عناوين واحدة اخرى مثلا هاد لاست ريليز لاست افنت لاست بلوغ ومنساش هاد البلاصة هي في هيدفونز جاست لانشد نتورك كيب ستارت جوين 5G تقريبا هادو كيبانو ليه بانهم عناوين رئيسية مي العنوان اكثر اهمية هو هذا و create the technology to connect the world دونك انت ك ديفولبر كتشوف الديزاين كتحاول تاناليزيه وكتشوف كل شيء درجة بدرجة الاهمية ديالو تما غادي هابط و دونك بالنسبة لينا هادو تا هما دي تيتر فيهم واحد الدرجة ديال الاهمية مي اهمهم واحد هو هذا ثاني أهمية هو هذا واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة بالنسبة لي هذه خاصها تكون واحد الاتش وان هادو خاصهم يكون واحد الاتش تو هادو تا هما غيكونوا اتش تو لأنهم تقريبا بنفس درجة الأهمية سا ديبون تا شنو بغيتي تقول محرك البحث مي بالنسبة لي هادو تا هما غادي يقدرو يكونوا في نفس الأهمية درجة الأهمية ديال هادو أي من بعد هاد التايتلز تا هما غادي يكونوا أقل أهمية من هادو دونك إلا كانت هادي اتش تري هادو اوتوماتيكمون غيكونو اتش فور اي هادشي غادي يكون اتش فايف دونك حدنا حد اتش فايف دونك مشينا لخمسة ديال النيفوات اوكي غنشوفو هما كيفاش دارو هادشي نمشي هنايا غادي نكليكي على هاد لاكستونسيون اعطاني ايه هنايا لي تيتخ كاينة اتش وان راه هي واحد كيما كنشوفو هاد النمره اللي كيديروها هنايا هادي هي النمره ديال درجة الاهمية دونك واحد جوج تلاتة كون ما مشاو غير تلاتة نيفوات غنعالجو هادشي ونشوفو علاش دونك اهمهم هي هادي كليكي على تيتخ هو داني ليه وي كرييت تكنولوجي تو كونكت ذا وورلد هذا اتش 1 علاش كاينه النمره رقم واحد هنا فين الاتش 2 عند لاست بريس ريليز مزيان وهاد لاست ايفنت ولاست بلوك هادو كاملين داروهم اتش 2 هاد الان مزيان ولكن انا كيبان ليكم كورة كو راه هادو ما داروهمش في تيتغ بالنسبه ليا دي واحد الحاجه غالطه لان كاينه واحد درجه الاهميه او نيفو ديال هاد البروداكت اللي حاطينهم هنايا يكونوا قدروا كبيره وستيت شحال هادي وما الكود اش مي بالنسبه لي كاناليز ديال فرونشن ديفلوبر هادو خاصهم دي و بنفس درجه الاهميه ديال هادو وخاصهم يداو في اتش 2 كملوا الاناليز ديالنا هادو تا هما في اتش 3 مزيان اتش 3 اتش 3 3 اي لانهم اقل اهميه من هاد لي تيتغ اللي هنايا وتقريبا هما لي تيتغ ديال لي زارتيك اللي غادي يكونوا من بعد هادشي ما داروش نهائيا لا في اتش 4 لا في اتش 5 لا ويفر دونك ما كيعتبروش هادو بانهم دي تيتر احسن اناليز وبالطريقه المثاليه والكوريكت هو كتبدا بدرجه الاهميه كاع داكشي لي غيبان اون بولد كاع داكشي لي غيبان اون غرا لي تيتغ الكبار ماشي غير الغرا حتى السايز كاع داكشي اللي غادي يكون دي السايز ديالو القياس ديالو كبير اوتوماتيكمون او نيفو ديال واحد دي الموقع هادو كيتعتبر واحد العناوين رئيسيه العناوين اللي عندنا رئيسيه هنا كاملين هما هادو تقريبا ايه هادو حتى هما خاصو يدخلوا في الخانه ديال الهيدينغز هاد فونز جاست لانشيد 5G نتوورك كيف ساز جوين هادشي كامل خاصو يدخل في الخانه ديال دي اللي حتى هي خاصها تحط بعناوين ولا بهيدينغز حتى اونيفو ديال الفوتر ولا التحت ديال السيت

غادي نجي لهادو غادي لهم اتش 3 لان تقريبا فحال اللي قلتي هاد التايتلز بالهيدينغز اللي كاينين هنا اكثر اهميه غادي سيأتي اتش 2 هنا اتش 3 هادو غادي h اتش 4 وفي الاخر هاد التايتلز اللي كاينين هنا غادي h اتش 5 اوكي هذا هو الاناليز نشوفوا شي وحده اخرى اللي هو سامسونج شنو عندي هنايا بعدا عندي واحد الجاليري واش كاين شي عنوان اللي هو اكثر اهميه كيف ما قلنا h 1 خاصها تكون وحده ما خصهمش يكونوا بزاف ما عندنا حتى شي عنوان اللي هو اكثر اهميه عندنا بزاف لان هاد الكالري فيها بزاف ديال العناوين اللي فيهم دي برودوي فيهم بروداكت دونك مجموعه ما يمكنش انا ندير اتش وان بزاف ديال المرات دونك ما كاينش واحد العنوان رئيسي هادي ما يمكنش تكلاصه واحد العنوان لان هادي غير بحال بغى يعطيك غير واحد النوتيس باغ كونتر هنايا عندنا دي تيتر ديال دي برودوي وهاد لي برودوي كاينين في واحد دونك لاناليز العادي هادشي الشيء خاصو يكون اونيفو ديال واحد الاتش تو غادا نشوفو بعدا هما كيفاش حطو الهيدينغز ديالهم هادشي الشيء اللي كاين اللي تيتر اللي كاين اونيفو ديال الكالري اللي هما بحد ذاتهم برودكت راهم تحطو في اتش تو غانتمو هابطين تقريبا كاع التايتلز هاد تي في اوريو تا هي تحطات اتش تو هاد الموبايل تا هي تحطات اتش تو دونك تقريبا كاينين في نفس النيفو في نفس درجة الأهمية كتحددها لمن كتحدد الإنسان اللي غادي يتصفح الموقع ديالك وحتى المحركات البحث بان هادو هما التايتلز بنفس الدرجه ديال الاهميه عندنا بزاف ديال الهيدينغز بنفس درجه الاهميه او نيفو ديال هاد الموقع ديال سامسونج وتقريبا هذا واحد الاناليز اللي مزيان كاين حاله هنا او نيفو ديال التيفي اوريو كاينين وكاين واحد التيتغ واحد اخر لانه وسط هاد السيكشن ها نتوما تيفي اوديو كتعتبر هي اكثر اهميه ولكن هاد تيفي دات موف كونتنت هذه أقل أهمية من هذه دونك علاش دارت بالh H3 ولاحظوا معايا وهذه معلومة مهمة هنا وخا السايز وخا السايز اللي كنعني به القياس ديال هذه دي كبار ولكن دارها في H3 لأن يعني كيف ما قلنا هاد H2 ولا ديك الهيدينغز H2. H2 H3 ولا whatever هادوك دارو على درجة الأهمية وشفنا هنا حالة ديال واحد لابار أو ديال ديزاين ديالنا تيتخ فيها كبار من تيتخ واحد اخر ولكن هذه دارت في اتش 2 لانها اكثر اهميه وهذه دارت في اتش 3 دونك انت كاو ديفلوبر شنو كدير ولا انت كاو فرونت ديفلوبر شنو كدير ديما كتشد السيت ديالك وكتاناليزي دونك كيفاش تايبو ديزاينر كتشدو كتاناليزي وكتشوف العناوين وكتحدد درجه الاهميه ديالهم وكتبدا تحط كل وحده فيهم بالهيدينغ ديالها الخاص من اتش 1 حتى اتش 6 وديما إذا كان تيتخ واحد مهم واحد الا كان مهم كديروا في اتش 1 ما كانش كتهبط للنيفو الثاني ما كانش كتهبط للنيفو الثالث دونك ديما كتحاول دوك النيفوات تلعب بهم او النيفو ديال الديزاين ديالك باش يكون الكونتوني ديالك مستفك مزيان اما دابا سي اس اس ونشوفهم كيفاش كتبوا الكود اس غنمشيو غندير انسبكت وغنمشي للهاد نقلب على سي اس اس اوكي كاين هاد الفيشي سي اس اس هنا نحيدو كاين فيشي سي اس اس واحد اخر اوكي اش مدرت هنايا حيت لي في شي سي اس اس وهنايا كنحاول نقلب على الكونتوني اش تي ام ال ها هو الشي تاع يعني اهم تشيتر تاعو هو الاتش 1 دونك الكونتوني اش تي ام ال عندنا هو مستوي شويه بحال هكا دونك عندنا دي شي وحده اخرين ها هي درس بريس ريليز درس ايفنت درس بلوك دونك الكود اش تي ام ال تحط هادو عناوين ما مستيلين ما حتى شي حاجه دونك الكود اش تي ام ال العادي اللي كيتحط في الاول هو كتحدد بعد هذوك العناوين والكونتوني اش تي ام الاخر او نيفو ديال كل نوع ديال المحتوى عندك كتحط ليه الطاق الخاصه ديالو ما علاش درت لكم هادشي باش نشوفوا الكود اش تي ام ال غير باش نحدو راه اوتوماتيكمون هذا راه ولا بحال واحد الدوكيمنت وهذا الدوكيمنت بحال واحد الموطور دابا واش كيقرا كي فيه وباش يقراه وجه سامبل في القرايه خاصو يكون مستركتوري دونك يعني هذا كامل كنعرفوا بانه واحد الموديول هذا كامل كنعرفوا بانه واحد الموديول فيه لاس ريليز هذا كنعرفو كامل كواحد الموديل فيه لاس ايفنت دونك بالنسبه لينا هذه الميثود كيفاش كنستافدوا بها المحتوى ديالنا باش, باش كيقراه محرك البحث بسهوله وباش حتى الزائر ديال الموقع ديالك يجي ساهل في القرايه